وبدعم من المملكة العربية السعودية يستمر الجسر الجوي الإغاثي الذي يسير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس على التوالي، حيث تتوافد الطائرات إلى مطار رفيق الحرير الدولي محملة مواد غذائية وإغاثية وأدوية وحليب للأطفال بهدف دعم الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية. طائرة سعودية تلو الأخرى تحط على مدارج الشحن في مطار رفيق الحرير الدولي محملة بمساعدات إنسانية وطبية تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديمها إلى لبنان تلبية لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الحكومة لمواجهة ظروف الحرب الإسرائيلية وتداعياتها. يعني المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت تقدم يد العون إلى كل محتاج في العالم لنقل قيمنا الإسلامية إلى كل العالم وتقديم مساعدات دون استثناء ودون أي تمييز أو حياد. يعني توجيهات خادم الحرمين الشريفين منذ أسس هذا المركز في عام 2015 كانت ولا زالت تقول لنا قدموا المساعدات لكل محتاج دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه. حملت هذه الطائرة 40 طنا من المساعدات وهي ضمن الجسر الجوي السعودي الذي سيره مركز الملك سلمان إلى بيروت للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي يتضمن 350 طنا من الأدوية والمواد الغذائية. المساعدات تستمر بالتدفق ويتم فرزها فور وصولها لتلبية الاحتياجات سريعا، فلبنان يحتاجها لتمكينه من الصمود أمام هجمة صواريخ العدوان الإسرائيلي وقذائفه التي خلفت تداعيات كارثية على مختلف القطاعات وأبرزها القطاع الطبي الذي يعاني نقص الأدوية والمستلزمات وينازع وسط حرب شرسة لعلاج الجرحى في خضم مواجهات ومعارك مستمرة وعجز أدى إلى خروج العديد من المشافي عن الخدمة. هالمساعدات نعم سدت حاجة كبيرة وعم بتساعد، ونحن مثلا بس يعني في خلال الأسبوعين الماضيين صرنا موزعين مساعدات ضخمة للمستشفيات لمراكز الرعاية اللي عم تهتم بالنازحين وغيرها، ونحن نتأمل إن شاء الله إنه الجهود الدبلوماسية اللي عم تبذل توصلنا لوقف إطلاق نار قريب وحلول دبلوماسية لكل هذا النزاع. عم بيصير في يعني تداول ما بين أو نقاش بيننا وبين أهلنا في السعودية، وهن بيقولوا لنا شو هي احتياجاتكم، هي اللي عم تحمل على الطائرات وتجي. مراكز الإيواء تكتظ بالنازحين، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع الفرق المحلية يسارع لتوزيع المساعدات على محتاجيها. أكثر من 1,300,000 نازح تعج بهم هذه المراكز على امتداد مساحة البلاد يحتاجون إلى الغذاء والماء والدواء والفرش وما إلى ذلك من مستلزمات العيش اليومية وسط عجز حكومي عن تلبية احتياجاتهم أمام ضعف الإمكانات. يعني كل شيء محتاجينه، يعني النازحين ما جبنا معنا لا ثياب ولا اكل ولا شيء، ما جبنا معنا شيء. والله المساعدات اللي عم تجينا مأمننا كل شيء، مواد غذائيه وحتى مواد التنظيف واكيد اشياء نسائيه، وهيدا الشيء كثير عم بيوفر علينا نشتري من برا. يعني نحن لو بدنا نشتري من برا اكيد المعاش ما رح يقدر. يعني الحمد لله المساعدات العربية مدت جسورا من التواصل الإنساني مع لبنان لدعم جهود الإغاثة في ذروة العدوان الشرس، لكن يبقى وقف إطلاق النار هو المطلب الأساس والعاجل لمنع المجازر بحق البشر والحجر. لم يكن هذا الجسر الجوي باكورة المساعدات السعودية للبنان، فللمملكة أياد بيضاء في درء كل خطر داهم البلاد، بدءا من اتفاق الطائف الذي أنهى 15 عاما من الاقتتال الداخلي، وصولا إلى المساعدات العينية والمادية والإنسانية التي تردفها المملكة للدولة عند كل كارثة. مي عبدالله، MBC، بيروت.